التحالف يقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لميليشيا الحوثي والمطلوب الثاني على قائمة التحالف لأخطر الإرهابيين في اليمن. الصماد هدد قبل أيام باستهداف المملكة بالصواريخ. سيكون عاما باليستيا بامتياز، كل يوم لن تسلم أجواء السعودية من صواريخنا. فجاء رد التحالف سريعا. سوف يكون في مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة. زعيم الميليشيا والمطلوب الأول خرج ينعي الصماد منكسرا وخائفا من ملاقات نفس المصير.